المشي ما قبل الإفطار أصبحت عادة من عادات رمضان، نشوفهم كل مكان، في المماشي، في الحدائق، في المنتزهات. لكن المميز اليوم ونشوف الرياضة المجتمعية بكل مكان، مثل هذه الرياضة. أنا ما همنا اللي أعمارهم كبير، أنا ودي تنافس هالصغيرين ذولا، هذولا هم اللي أنا فكرتي إني أغير الفكر الجيل القادم. أنا يلا لك الحمد طلعتهم من البيت، طلعتهم من السني، طلعتهم من الجوالات وجبتهم عندي بالمضمار. ساعة باليوم تفيد بالمستقبل. كم لهم سنة هنا؟ سنوات كثيرة أصلاً، كانوا بادي من المنتزه قبل، هم جو الرفيع فشغالين. يعني إبراهيم ما شاء الله شاب طموح، نفخر بوجوده بيننا. اللي تشوف كل الأعمار موجود، الجد وموجود الحفيد، عائلة واحدة الحين موجودين، ثلاثة جد وابن وحفيد موجودين في هذا المكان. هذا حقيقة مكسب كبير. طبعا العمل التطوعي القائم هنا اللي تشوفه امامك الان عمره تقريبا 9 سنوات، احنا داخلين في السنه العاشره. خصصنا اخر ساعه من رمضان للتمارين، اكتشفت انها لها تاثير ايجابي على انه ينزل وزني. انا خلال فتره رمضان السابق ما نزلت ما يقارب من 10 الى 12 كيلو. واس جوده الحياه تحدثت عن شاب سعودي يقدم خبرته في اللياقه البدنيه لأكثر من 300 متدرب بإحدى حدائق بريدة. كما ذكرت أن أمانة منطقة القصيم هيأت عددا من الساحات البلدية المخصصة لممارسة الرياضة. إخبارية عاصم رشودي، بريدة.